بنعاني من اضطرابات في المعدة، في الأمعاء، اضطرابات في القولون العصبي، غازات، تقلصات، أي شيء خاص. طبعاً غير فوائد كتير جداً تانية، لكن أنا بتكلم بالذات الرياح وتطبيل البطن، عايزين نطرد الغازات، نرتاح من أي تقلصات وغازات متراكمة، غير التشنجات اللي بتحصل في القولون أو غيره. كوب من مشروب من عشبة، العشبة موجودة عند أي عطار، نقدر نعمله بقمة السهولة، وموجود عند أي مكان. يا جماعة نشوف هنا، هادي اللي انتوا شايفينه اسمه ايش؟ البابونج. في ناس بتقول عنه بابونج، البابونج تمام، او زهرة البابونج، وفي شيح البابونج او البابونج، كل واحد. اعلى عشبة في العالم يليها اليانسون في راحة المعدة والامعاء والقولون، عدم التشنجات ولا التقلصات، والراحة وطرد الغازات او اي رياح او شيء متراكم في المعدة. الطريقة يا جماعة بكل سهولة، ملعقة زي هذه، ملعقة زي هذه، بنعبيها ونحطها في الكنكة مع شوية مية، ونغليها على النار لغاية ما اللون يتحول للأصفر بهذا الشكل. نسيبها تبرد سنة، ونيجي نعمل إيش؟ بصوا هنا يا جماعة، نيجي نصفيها بهذا الشكل، بسم الله، شايفين، ونشرب كوب يومي من هذا المشروب. وقت مش يومي، وقت ما نحس إن إحنا عنا غازات، عنا تقلصات، أو عنا أي مشاكل من هذا القبيل، نقدر نعمل هذا المشروب البابونج. بسم الله، طعمه جميل جدا يا جماعة، عامل زي طعم البان الدكر، عارفين البان الدكر؟ والصح إن إحنا ما نضيفش ليه أي إضافات. كوب يوم ما نحس إن عنا تقلصات، تشنجات، غازات متراكمة، أي مشاكل في البطن، في المعدة، في الأمعاء، أو عندك مشاكل في القولون العصبي، إمساك، عندك مشاكل في الأعضاء التناسلية بشكل عام، علينا بهذا المشروب. هنعمله موجود عند أي عطار، شوية بابونج ورخيص جدا، ونخليه دايما عندنا في البيت، نقدر نعمل منه كوب. أكتر حاجة في العالم يليها اليانسون إن إحنا نقدر نطرد بها الغازات ونريح معدتنا خالص من أي مشاكل من هذا القبيل، وهتحسوا بفرق شاسع بعد 5-6 دقايق يا جماعة، راحة رهيبة للأمعاء والبطن والقولون. أحلى مسا عليكم، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية، والسلام. ختام، السلام عليكم.